بورصة وول ستريت تسجل تراجعا حادا في افتتاح تعاملاتها الاثنين، وذلك لليوم الثاني على التوالي ولأول مرة منذ 10 أشهر، متأثرة بالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. مؤشر داو جونز الصناعي تراجع بنقطة فاصلة 50%، مضيعا ما يزيد عن 260 نقطة، كما سجل مؤشر ناسداك تراجعا بنحو 2.41%. هذا التراجع يعود إلى تزايد مخاوف المستثمرين الأمريكيين حيال حالة عدم اليقين التي أسفر عنها الاستفتاء الأخير في المملكة المتحدة وتداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وضعية استمرت أيضا في الأسواق الأوروبية، حيث سجلت كل من بورصتي باريس وفرانكفورت تراجعا بنسبة 3%، فيما بلغت نسبة التراجع في بورصة لندن 2.55%.